باش نستناو غير شويه المتابعين ديالنا يقراو معنا. اييه مرحبا. دار اخاي احسن دار على حقك اخاي. إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، في هذا البث المباشر هنا مباشرة من سوق اللوحة أو الرحبة ديال اللوحة متابعينا الكرام، الخاصة ببيع الأضحية والمواشي وكذلك بمستلزمات العيد، كاين الفاخر أو الفحم كيف كنقولوا له حنا باللهجة الشمالية ديالنا متابعينا الكرام، كذلك كاين الفصة ديال التبن والشعير والذرة والنخالة متابعينا الكرام. الإشارة متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، جميع هذه المستلزمات يعني الثمن ديالها كامل طلع. بالنسبة للفاخرة ولا الفحم الثمن ديالو اللي كان كيعمل 70 درهم رجع داير 120 درهم، بالنسبة للفاصة كانت كدير 65 درهم رجعت كدير 95 درهم، وحتى الشعير والذرة حتى هي الثمن ديالها تزاد متابعينا الكرام، حتى الهامش ديال الربح بالنسبة لبعض الشباب ديال المدينة اللي كيتحركوا مي كيجيو هاد الايامات ديال العواشر متابعينا الكرام، فاللي كيسولهم على شي حاجه كتجيه غاليه متابعينا الكرام. تفضل اخي. السلام عليكم. الاجواء بعد هنايا، لا خليهم بالنسبه للاجواء هنايا هاد العام مقارنه بالعام اللي فات، كنا كنشوفوا هنا كورنا عامره كلشي كيشري هاد العام، بحال ما كاينش العيد، نسمه العيد ما كاينش. وهاد العام اخي الله يحسن العون فهمتي، الدرويش بوبري مقصح فهمتي، هاد العام كلشي غالي اخي، ماشي بحال العام اللي فات. العام اللي فات كنا كنبيعوا شكاره الفحم كنبيعوها ب 70 درهم 75 درهم حتى 80 درهم، هذا العام شكاره الفحم وصل 11 فرانك اخاي 110 درهم، كيجي عندي اخر كيقول لي شحال شكاره الفحم كنقول له 110 درهم، كيقول لي او هادشي غالي فهمتي الخا، حنا هادشي هذا ماشي بيدنا، حنا بيدنا مخلصينها غاليه ومعاودين فيها البيع، راه كنديوها 10 درهم في الشكار كما كتشوف اخاي تبن الفصه فهمتي، تبن الفصه الخا هو كنخلصوها حنايا بدنا كنخلصوها 80 درهم كنديو فيه 10 درهم دابا وصلت 90 درهم، العام اللي فات بعناها حنايا ب 75 درهم 70 درهم بعناها فهمت، ايوا الخاوة هذا العام هذا كلشي غالي فهمتي، الله يحسن العون الدرويش مسكين اي والله. ما كاينش الخاوة راه الله يحسن العون، راه بنادم بوبري راه مقصح ما عندوش اخر كيجي معاه 2500 درهم باش كيقول عيجي عيشري الحاولي عيدي الفاخر عيدي تبن، راه بوبري ما كيدي والو، كيجي للسوق كيساقسي السوق شني كاين، بوبري كيمشي بحالو ما عنده ما يدي فهمت، كلشي غالي. هاد الوقت هذايا كتكونوا انتوما بعتو وشريتو، انت كتشوف اخي حنا هنايا دابا هادي 4 ايام وحنا هنايا باقي فهمتي ما بايعين والو فهمتي، باقي دي الدنيا ناعسه فهمتي ما كاين والو، كتكون اخر هاد التبن ها الفحم كيقول لي اخي هو بلاتي تنشوفوا الحاولي عاد نشوفوا الفحم، راه كتجبر الحق ديالو فهمتي العشره، ايوا هادشي اللي كاين مر. بالنسبه للشعير والنخاله والذره حتى هي الثمن ديالها كان كانت على الاقل ناقصه على هذا العام بواحد 5 دراهم 10 دراهم في الكيلو في الكيلو في الشكاره الشكاره حتى هي تزادت دابا الشكاره الدراري كيخلصوها زايده دابا 10 دراهم فهمت، كيجيبوها كيعدلوها بالكيلو كيجي اخر كيسقسي على الذره ولا على النخاله كيسمع الثمن ديالها كيقول له 15 درهم الكيلو ولا كيقول له 10 درهم الكيلو كتجي غاليه مسكين فهمت. حلاوه العيد لا واد كيشري دابا ما كاين لا العيد هو كيكون كلشي رخيص، كلشي دا الحاولي كلشي دا التبن كلشي دا الفحام كلشي مسخر، الناس فرحانه هذيك هي الاجواء د العيد، حنا داكشي اللي خصنا، خصنا العيد يكون بحال العيد، الا كان العيد نص عيشري ونص ما عيشريشي راه ما كاين بو عيد اخي، ما يمكنش انت ناد عيد واخر ما يعيدش بيدو بحالك بحاله فهمت امال. اليوم واحد الشهر باقي 9 ايام من العيد، 9 ايام من العيد كنشوفوا ما البعد كنشوفوا الناس هادشي كتشوف قرنا خاوية بحال دابا العام اللي فات كانت الدنيا تبارك الله عامرة فهمتي، كانت الدنيا عامرة، دابا اخر كيشري الحاولي كيجي يديه في الهوندا ولا في الموطو كيجي يديه الحومة ديالو كيجي مول الهوندا كيقول له عندي لك ب 70 درهم ولا ب 80 درهم كتجي غالية، راه الله يحسن العون راه ليسانس غالي، راه كيمشي للبومبا كيخلص ليسانس 14 درهم ونص، راه الله يحسن العون عدي له هو ايوز له الحاولي من هنا يهبطوا له تنرينكون راه عاد خصوصا واحد شحال هادي الناس كانوا كيمشيو مجموعين كيمشيو مجموعين، دابا اخر مسكين كيشري الحاولي كيبغي يهبطوا تنرينكون نهار هو كيتقاتل على هذيك الحاولي باش يهبطوا تنرينكون، عايز يهبطوا يقول له 100 درهم ولا يقول له 90 درهم عاديه بزاف، يقول الله يا اخي نهبط ركب عليه وما نهبطش في الهوندا فهمتي كيف؟ الناس عاو كيقولوا حتى موالي الهوندا كيزيدوا ما عارفينش بانهم والله حسن العون الله حسن العون اقسم بالله كلشي مضروب اخر كتجبرو مسكين هو بالهوندا تن تماك شحال كتشيطلو 30 درهم ديالها واش ديال الطوموبيل واش ديال الوراق واش ديال واش ديال النهار ديالو هو بيدو خصو مسكين يشري العيد راه الله يحسن العون فهمت. الفحم الفحم يعني
يعني طلع بواحد الثمن اللي هو فحمرا بزاف اخي. دابا شحال دابا شحال تقريبا الكيلو كتبيعوا هذا؟ ودابا انا كنبيعوا بكيلو خصني نبيعوا على الاقل 9 دراهم للكيلو. من 6 دراهم 9 دراهم للكيلو مخلص غالي. مخلص غالي الحبيبه خالص فحم خالص غالي انتينا كتشوف كلشي زين. عاد الفحم تكرفيصه وتكرفيصه ديالو الخاوة خصك دابا كتجي كتنزلو هنايا خصك تفرش خصك دوز الداخل لداخل فرش سيرا فيناتك يجيو يحيدوك من تمك كيقول لك ممنوع تفرش في الارض. فهمتي راه الله حسن اللي عاون الخاوة. راه بنادم خصو ضروري حضر راه بنادم خصو ضروري وهاد السيمانه هادي بنادم فين كي فهمتي كيتمعش منا شويه باش كيجبر باش يدوز العيد يجبر كيف باش مورا العيد عاود يدوز العيد. دابا انت كتشوف الخاوة تزيد وقف راه فيناتي يجيو يحيدوك تجي هنا مشكله الناس مساكن ما كتفكرش حتى في الفحم وفي التبن كيقول انا مصاب نجيبها الحاولين شويه على العود. فهمت شحال هادي الشباب اللي هنا كانوا كيدبروا العيد هنايا شحال هادي الخاوة كتدبر العيد وكتدبر الحوايج مورا العيد وكتدبر كلشي وباش تبحر وباش تجلس سيمانه مورا العيد. وهاد العام هذا الخاوة دابا كتبيع له شكارة هذا الفحم كتبقى تبيع له كيرغبك مسكين بحال اللي كتجري عليه هاد بيعها له كتنقص له 10 دراهم كنربحوا معاه 5 دراهم في الشكار 5 دراهم ديالها شوش النار حنا واقفين هنايا واش هاد السلعة نعطيوها للخدام يدخل لنا لداخل باش غنخلصوا عليها باركي هنايا مشكله وصافي اخي. ما بقات لا حلاوه لا الحلاوه العيد ما كايناش الخاوه فهمت حلاوه العيد هو خصو كلشي يعيد الدرويش يعيد المراه هاد الجلد عيد اي واحد يعيد هذيك هي العيد كيكون. اما النص يعيد والنص ما يعيدش من الاحسن ما يكونش العيد اخي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ارخص حاولي ارخص حاولي الخاوه الحاولي صغير مره كيطلبوا فيه 3000 درهم راه يشريه اخر يقول لك شريته ب 3000 درهم ما تجبر ما تقول له قول له تبارك الله والله يجعلون الطحين حاولي ارخص. الغلمه كاينه المعزه قليل اللي كيعيد بالغلمه غلمه ساويه 3000 درهم الحبيب راه بزاف راه الله يحسن العون. الغلمه وصلت 3000 درهم اخر مسكين عايشين هنا خدام كيربح واحد 2500 درهم في الشهر ولا ما كيربحهاش ولا كيربح واحد 3000 درهم راه عليه الحاولي ولا شراها ب 2500 درهم راه ينقم عليه الحاولي ب 5000 درهم ما بين الفاخر والتبن والشوايه ديالو واللوازم ديالو بالعطريه ديالو بكلشي ديالو فهم. الله يحسن العون مرضي وصافي هادشي اللي غنقولو. ايوا هاد العام في يد الله وصافي والله نتمنى من الله كلشي يعيد ان شاء الله يا ربي. هذا 45 درهم العادي شحال كان كيشوى هو 20 كان كيشوى 30 درهم 15 دراهم فهمت. دابا هذه الخواتو قدسني انايا خصك دهزه وتعدى له في الهوندا عاد ربح فيها 5 دراهم ومصابعي كان بعدا شي شرا ومصابه ما كاينش الناس اللي كيشريو انا مصاب مصاب والله العظيم ايوا هادشي اللي غنقولو اخي الله يبدل الساعه بخير. رساله اخيره الرسالة الأخيرة كنبغيو نقولو أخي ناد السلطة وهادشي كامل أخي الله يحسن العون أخي خصهم ينخفضوا من الأثمنة هادشي هذا أخي راه هادشي هذا بزاف فهمت راه الله يحسن العون أخي خصهم يجيو للسوق ويشوفوا الدرويش مسكين فهمت كيجي يسقسي الحاولي كيمشي بحاله فهمت وغنقولو الله يحسن العون وهادي الكلمة الأخيرة أخي. شكرا جزيلا الله يرحم والديك. إذا متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب كيف تابعتوا معنا من خلال هذا البث المباشر الفحام زادوا فيه الفخر زادوا فيه الفصة زادوا فيها التمن زادوا فيه الشعير زادوا فيه الذرة زادوا فيها النخالة زادوا فيها كلشي زادوا فيها يعني حتى حاجة ما خاصة بالعيد متابعينا الكرام ما زادوش فيها يعني الأجواء ديال العيد قضوا عليها بالمرة متابعينا الكرام متابعي قناة شفت بقناة الشعب وحتى الناس اللي كيدوروا هنايا في يعني في السوق ديال الرحبة يعني تفاجؤوا بالأثمنة ديال الحاولي ما كاين لك غير 3000 درهم 4000 درهم 5000 درهم 6000 درهم 7000 درهم 8000 درهم حتى 9000 درهم متابعينا الكرام والناس الله يحسن العون متابعي قناه شوف تبي قناه الشعب اللي كيجي الكورنا كيرجع بحاله خالي الوفاض متابعينا الكرام. واليوم يعني السبت معروف على مدينه تطوان والنواحي انه السبت كيكون السوق عامر بزاف ولكن للاسف متابعينا الكرام الاجواء ديال العيد فيا ما كيناش بالمره متابعي قناه شوف تبي قناه الشعب.